اروح للزمالك طارق حامد، مفترض انه من اللعيبه اللي عداها بيتجدد في الفتره دي. عندك لعيبه كتير جدا على راسهم طبعا نجمين طارق حامد واشرف بن شرقي، دول من اهم اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك وعقودها انتهت. الزمالك بيحاول يخفض طلبات طارق حامد. طارق حامد كان متفق مع كابتن حسين لبيب وارتكن على ده وبيتكلم معاه على ده، انا اتفقت خلاص مع اداره الزمالك والله حسين يمشي فلان يجي انا ماليش فيه، انا اتفقت خلاص مع الاداره لاداره الزمالك على 15 مليون جنيه في السنه. الاداره دي بتحاول تخليهم 10 11 12، هو رافض تماما ومتمسك بالاتفاق اللي تم بينه وبين الكابتن حسين لبيب، ورفض ان هو اللجنه اللي بتدير الزمالك انه يخفض مرتبه عن كده. في كلام كمان ان في نادي بيتكلم مع طارق حامد، وكمان اتقال انه بيراميدز، يعني اتقال طبعا طارق حامد لعيب كبير جدا ويهم اي نادي انه يتواجد فيه لعيب زي طارق حامد، وطارق حامد يعني بعده بينتهي ويقدر في يناير يتفاوض مع اي نادي، اللوائح كده الاحتراف كده ما فيهاش مشكله يعني. فالزمالك بيحاول ينهي هذه الازمه سريعا. عقد عمر كمال عبد الواحد في مفاجاه مدويه بالنسبه لنا، لان احنا عارفين ان عمر كمال عبد الواحد هو كان وقع للزمالك، وانه عدم او الغاء القيد للزمالك فترتين اللي هو الصيف ثم الشتاء، القيد الجاي واللي فات كان له سبب، كان سبب ان عمر كمال عبد الواحد ينتقل لفيوتشر سنه، لكن احنا اكتشفنا ان عقده مع فيوتشر مدته 3 سنين وما فيش عقد بين الزمالك وبين فيوتشر اصلا، حتى لو العقد ده صوري لا يعتد بيه لانه موقع على عقد رسمي مع نادي فيوتشر مدته 3 سنوات وما فيش عقد ثلاثي. يعني الاخبار اللي جايه لنا ان ما فيش عقد ثلاثي، الطبيعي يبقى في عقد ثلاثي بين الزمالك وفيوتشر واللاعب عمر كمال عبد الواحد، انت بتروح لمده سنه وترجع لي، ما فيش عقد ثلاثي. عمر كمال عبد الواحد على فكره حاليا بيلعب في منتخب مصر ولعب النهارده شويه، شارك النهارده في المباراه بتاعت الجزائر. فالمفاجاه ان هو مفيش اي عقد، وان الكلام كان ودي يعني كان كلمه شرف، فهل فيوتشر هينفذ الكلام الودي ولا هينفذ الكلام الرسمي وان هو يتمسك بعمر كمال عبد الواحد والتعاقد معاه لمده 3 سنوات.